اليوم ان شاء الله غادي يكون في سيستم السياره اوكتافيا كذلك ان شاء الله غادي نقدم لكم السياره ستيل. هذه السياره هذه اللي كنت ديجا قلت لكم بانها فيها 3 فينيسيون، كاينه ليليغونس لا ستيل بلس اي البيزنس. ليليغونس ستيل بلس اي البيزنس ان شاء الله اليوم غتكون هنا فرصه باش نقدم لكم ستيل بلس. بالنسبه للزملاء اللي متابعين معنا في اللايف، اي واحد عنده تساؤل ولا بغى شي معلومه يخليها لينا في الكومونتير ولا في الميساج بريفي. ان شاء الله الزبناء ديالي ان شاء الله انا لي كوليك ديالي معنا في الخدمه غنحاولوا نتصلوا بكم ونجاوبوا على الاسئله ديالكم. دونك ان شاء الله اليوم نخليكم غادي نقدم لكم لقطه ديال ستيل. هاد لقطه ديال ستيل اللي هي قدامكم كما كتشوفوا معنا. دونك غادي نحاول نفكركم بان هاد لقطه ديال ستيل اللي ديسپونيبل في الاوتوماتيك وفي المانيوال، يعني ديسپونيبل فيها لي دو فيرسيون في الاوتوماتيك والمانيوال، فيها لي دو فينيسيون كاينين في هاد لوبسيون هادي. دونك كما كتشوفوا معنا هنايا اول حاجه عندنا دي فار ليد لاليماج اوتوماتيك، يعني لاليماج اوتوماتيك الا دزتي في القنطره ولا كان الليل فالضو كيشعل بوحدو. اون بليس عندنا لي لافار، هاد لي لافار كيخرجوا باش كيغسلوا لك هاد البلاص ديالك اللي هما لي فار ديالك كما كتشوفوا معنا. دونك هاد كما كتشوفوا معنا عندنا الكروماج في الكالوندر والكروماج لتحت اللي ضايع على لي رونتي بغياغ. بالنسبه للقطر ديال لي جون ديال هاد السياره فهو كما كتشوفوا معنا 17 بوس، دونك 17 بوس اللي عندنا لي جونت ديال السياره. هاد السياره ستيل كذلك كتمتاز بالكروماج اللي داير على الباب الامامي ديال الخلفي، يعني شاد السياره كامله. هاد لي غوتروفيزور حتى هما اي سان غاباطابل الكتريك اي ديجيبابل، يعني غاباطابل كيتسدوا اوتوماتيكيا وكيحيدوا الضبابه بوحدهم، يعني اذا كانت فيهم الضبابه كتحيد الضبابه بوحدها. الوغ لوفيرتيو سون كلي، يعني بالنسبه للافتتاح ديال الباب هو كيتحل بدون مفاتيح، يعني يسوفي انك تحط الاصبع ديالك وكتفتح السياره. الا جيتو الشمعة هنايا في السياره اول حاجه اول ملاحظه غادي نديروها ف ليسباس دو رونجمون ديال بارابلوي، يعني عندنا واحد المكان خاص بالمظله اللي كتخرج مع السياره، مظله سكودا. دونك ملي كتنزل من السياره ديالك كتكون عندك مظله سكودا. عندنا الكروماج اللي كاين في الباب كما كتشوفوا معنا، لاليماج اوتوماتيك ديال لي فار قدام، عندنا الريغولاتور ليميتور دو فيتيس، عندنا الكومودو فولون كما كتشوفوا معايا بالكروماج، الكوكبيت ديجيتال اللي في السياره كما كتشوفوا، عندنا الديماراج سون كلي، عندنا ليكرون تاكتيل فلوطون 10 ديال لي بوس. هاد ليكرون تاكتيل عندنا فيه السمارت لينك، يعني السمارت لينك هو الانترفاس ديال التليفون، هذاك الشيء اللي عندنا في التليفون ديالنا كيبان عندنا هنا في ليكرون. سافا دير بغينا نشدو لي زابليكاسيون ديالنا، بغينا نشدو الويز، اي حاجه تقدر تبان عندنا هنا في ليكرون ديالنا. عندنا كليماتيزاسيون اوتوماتيك بيزون، شارجور بار انديكسيون، يعني تحط التليفون كيتشارجا بلا خيط، كيسوفي تحط التليفون هنايا كيتشارجا اوتوماتيكيا. وعندنا دو ليكتور تيب سي كما كتشوفوا معايا هنايا. هاد السياره هادي فيها بواط مانيوال كما كتشوفوا معنا 6 فيتاس، بالنسبه لبواط اوتوماتيك عندنا 7 فيتاس. عندنا الفرن مان الكتريك، عندنا ليد اون ديماراج اون كوت. هاد ليد اون ديماراج اون كوت سافا دير الطوموبيل الا كانت في عقبه ولا في هوده واخا تهز رجلك على الفران ما كتزيدش الطوموبيل. عندنا ليسباس دو رونجمون بوغ الكوبلي والبوتاي، يعني كما كتشوفوا كاين هاد الفرانات اللي كيحبسوا لك القرعه باش ما تدفقش، وهذا داخل في الكونسيبت تاع سيمبل كليبرت باش معروفه سكودا. كاين ميم هادوك لي بوطون اللي كاينين لتحت فهادوك سي دي فخان ديال البوتاي تا هما، باش الا كنتي سايق تقدر تحل القرعه ديالك والبلاصه والقرعه كتبقى في بلاصتها شاده من التحت. عندنا بوطاكون ريفريجيري، هادي كتبرد، هاد البوطاكون ريفريجيري كتبرد، يعني بغينا نبردو شي حاجه في الطريق ديالنا. بالنسبه للناس اللي بغا يحطوا الدواء ديالهم، كاين اللي كيغبل يعمل لانسولين، كيبغي يدير الماكله ديالو باش ما تدبلش، كنعملوا هاد البوطاكون كديرها في لوبسيون ديال ريفريجيري باش كتبرد، كتبقى الامور ديالك اللي حامل هنا كتبقى يعني بيان كونسيرفي. عندنا ان طابلو دبور موسو، يعني هنا سي دو لابونس سي دو تري بون كاليتي، يعني هادي يعني الطوموبيل واخا دوز مده عمرك ما تسمع تقرقيب، ما كاينش ديك الريحه ديال البلاستيك اللي كتخنق.
عندنا ميم هنا في لو طابلو دبور لي في ديال تيسو اللي كاين في الطابلو دبور بالخياطه اللي كيعطي واحد الجماليه زوينه في الطوموبيل. بالنسبه للكاليتي ديال لو سياج كما كتشوفوا معنا فهي سيمي كوير، يعني فيها الكوير وفيها الثوب كما كتشوفوا معايا. بالنسبه للزيرباك عندنا لي زيرباك كاينين قدام كاينين في اللور وكاينين في الجناب ديال السياره. عندنا ان اسباس دو رونجمون بالنسبه للنظاظر ديالنا اللي بغى يعمل النظارات ديالو. عندنا هاد لاكودوار سونترال اللي فيها ان اسباس دو رونجمون لتحت، وتا هي كتحاول تادابتي حسب النيفو اللي بغيتي اي لي كوليسون، وكتادابتي على حسب النيفو اللي بغيتي. بالنسبه للباب ديال الباساجي حتى هو راه فيه اسباس دو رونجمون بور بارابلوي. غادي نشوفوا المقاعد الخلفيه اللي ديال السياره حتى هي. بالنسبه للمقاعد الخلفيه ديال السياره فهي كما كتشوفوا التجزيره ثلاثه الناس اللور غيجلسوا مرتاحين كما كتشوفوا. عندنا لاكسي فونتيلاسيون يعني الناس وصلهم البروده ديال الكليماتيزور الناس اللي كيجلسوا في اللور. عندنا دو ليكتور تيب سي حتى هما اللور. عندنا دي سباس دو رونجمون هاد الجياب هادو اللي كاينين في البيبان دايرين جوج جياب، يعني واحد كدير فيه الامور ديالك وكاين هذا خاص بالبورتاب ديالك تقدر تعمل ليه البورتاب ديالك بحال هكا تخلي البورتاب ديالك تعملو فيه. عندنا لا كودوار سونترال اللي كاينه وسط البيبان كما كتشوفوا معنا هنا اللي فيها بورت كوبلي. هاد لا كودوار سونترال عندنا فيها واحد الباب اللي عندنا فيه لاكسي الكوفر نيشان كما كتشوفوا معايا، يعني بغينا نجبدو شي حاجه في الكوفر ديالنا ونقدو بلا ما نحتاجو ننزل الكراسه ولا نحلو الكوفر من اللور يسيفي ان ننزلوها نيشان، ولا كانت عندنا شي حاجه طويله ما نقدوش ندوبها الكوفر. بالنسبه للسياج فهما فيهم لي زيزو فيكس بور لي سياج بيبي، يعني الناس اللي عندهم الوليدات صغار بغي يحطوا المقاعد ديال الوليدات ديالهم فعندنا هاد لي زيزو فيكس حتى هما. بور لي سياج كما كتشوف معايا اي سون غاباطاب دو تيير ان تيير نقدو ننزل الكرسي بحال هكا. انا اللي بغي يستافد الوغ غادي نشوفوا دابا لو كوفر ان شاء الله. كما كتشوفوا معنا ف لي فو اريير ليد كما كتشوفوا معنا هنايا السينيالات هما ديناميك، انا غنحاول نخدم السينيالات باش نشوفوا كومون سا مارش. عندنا رادار دو ركول اريير كما كتشوفوا معنا بلس كاميرا اللي كاينه في الكوفر حتى هي. بالنسبه للكوفر كما كتشوفوا فهي سعه الحجم ديالو فهي 600 ايترو، هذا باغمي لي بلي كرون كوفر في لا كاتيجوري. عندنا هاد لي كروشي بور بانيي، يعني بالنسبه للناس اللي عندهم مثلا القفات ديالهم باش يعملوهم باش ما يتفقوش كما كتشوفوا، فهاد الكروشي هذا كيساعد باش تبقى القفه ديالك واقفه وما تطيحش الامور ديالك. عندنا هاد البوطون هذا باش كنقدو نطيحو لي سياج، لي سياج نقدو نطيحوه من المقاعد من القدام ونقدو الا كنا جينا من جهه الكفر ما نحتاجوش ندورو جهه السياره في سيفين نركو على هذا فالكرسي كيطيح اوتوماتيكيا كما كتشوفوا. فوالا بقول لكم عندنا هاد لو بواني حتى هو اللي داخل في الكونسيبت تاع سيبليك ليبرت باش معروفه سكودا اللي كيساعدنا باش نسدو لو كوفر بسهوله. دونك هاد السياره هادي فالمحرك ديالها فهو 2 لتر، عندنا 2 لتر 143 شغل 143 في الخيل 8 ديال الخيول الضريبيه. من ناحيه الكونسوماسيون ديالها فهي 3.9% يعني الكونسوماسيون ديالها 3.9%. غادي نديرو واحد الطلع على الموتور تاني باش نشوفوها كما كان الزبال ديالنا ايزون انسيستي انه باش يشوفوا هاد الموتور يشوفوا الموتور ديالو كيفاش داير. فكتشوفوا معنا فالموتور التكنولوجيا الالمانيه كما كتشوفوا
سعه الحجم ديالو 2 لتر كونسوماسيون اقتصاديه يعني كتاكل 3.9% ان شاء الله غادي نحاول نجاوب على بعض التساؤلات ديالكم وغادي نطلب الاعتذار من الزبناء ديالنا اللي ما نعرفش ما عرفتش نجاوب على جميع الاسئله غادي نحاول نجاوب على البعض ديالها بالنسبه للزبناء ديالنا الجميع اي واحد عنده سؤال فهو يخليه ان شاء الله غنتصل به لا انا لا الكوليك ديالي يعني الزبناء ديالي في الاخوه ديالي معايا في العمل نحاول نتصل بكم ان شاء الله باش نجاوبوا على الاسئله ديالكم ان شاء الله. الوغ بالنسبه لهاد لا فيرسيون هادي كما قلت لكم فهي لا فيرسيون ستيل هاد لا فيرسيون ستيل يعني كاينه ليليغونس اللي هي هادي كما كتشوفوا هادي سي اون ليليغونس اللي هي تيكي دونتري وكاينه لا ستيل هادي فوق منها لا ستيل بلس وكاينه لا بيزنس هي هادي هادي الفول اوبسيون هادي سي اون توت اوبسيون كما كتشوفوا معانا الوغ بالنسبه لا بيزنس فيها لوتوماتيك لا ستيل فيها لوتوماتيك المانيوال لا ليغونس فيها لوتوماتيك المانيوال كما شرحت لكم ايفيكتيفمون في القاعه ديالنا غتكون حلوه ان شاء الله الاحد يمكن لكم تزورونا نهار الاحد غادي يكون الاوبه ديالنا غتكون مفتوحه بوجه العموم تبدا من 9:30 صباحا الى 5:30 مساء الوغ نفس السؤال كيبقى يتعاود غادي نحاول اسمح لي نشوف واش كاين اون ستيل بلس اوتوماتيك حيت لا ستيل بلس فيها المانيوال وفيها الاوتوماتيك فهنا غادي نشوفوا الا شفنا في النور غادي نلقاو اون ستيل اوتوماتيك ونوريكم الفرق ما بين الاوتوماتيك والمانيوال فها هي ستيل اوتوماتيك كما كتشوفوا معنا دونك الفرق ما بين الاوتوماتيك والمانيوال هو الوغ عندنا فيها بواط اوتوماتيك شيفت باي وير 7 ديال لي فيتيس دونك هادي سي بواط اوتوماتيك وكيكونوا كاع لي بواط اوتوماتيك كيكون زيد فيهم لي باليت شونجمون دو فيتيس كما كتشوفوا معنا دونك حاولنا نشوفوا الفرق ما بين الستيل مانيوال اللي كنا شفنا في الاول هذيك الستيل مانيوال الاوتوماتيك الفرق بينها فهما كيبقاو بحال بحال الفرق فين كاين في البواط اوتوماتيك بلوس لي باليت كما كتشوفوا معايا بالنسبه الثمن ديال السياره فهو كيبدا ابتداء ب 244 الف درهم و 900 الثمن ديال السياره كيبدا ابتداء ب 244 الف درهم و 900 الو هنا غادي نحاول هما الاسئله كيبقاو نحاولوا نتعودوا واش لي ديسبونيبل اون اوتوماتيك مانيوال كما قلت لكم السياره الي ديسبونيبل اون مانيوال الي اوتوماتيك البيزنس فيها غير الاوتوماتيك بالنسبه للكريدي الكريدي عندنا الشركاء ديالنا اللي كاينين في اي مكان يعني بالنسبه للناس بالنسبه اللي كيجيبوا الدوسي ديالهم فالجواب كيكون من يقدر يكون في نفس النهار ماكسيموم 24 ساعه كتكون الاجابه ديالكم الوغ بور لو ستوك حتى هو على حسب لا فيرسيون ولا حسب لا فينيسيون ديال السياره دونك حتى هو عندنا موجودين كنحاولوا نليفري الكليان ديالنا في اقرب وقت ممكن الوغ بور لا برومو واش فيها البرومو بيان سور السياره كما قلت لكم فيها هاد البري اللي عطيتكم 244900 فهو بري سي ان بري دو لونسمون يعني غير سي ان بري دو لونسمون باش بدينا هاد اللونسمون ديال السياره دونك انا كنحاول كنظن انني جاوبت على جميع الاسئله باسكو هما نفس الاسئله كيبقاو يتعاودوا بالنسبه للناس اللي عندهم اطروحات اخرين ولا تساؤلات اخرين يسوفي انهم يخليو لينا السميه ديالهم في الكومونتير ان شاء الله غتكون لنا الفرصه لا انا لا الاخوه ديالي في العمل نتصلوا بكم ان شاء الله ونجاوبوا على الاسئله ديالكم من هذا المنبر كنشكركم جميعا وكنقول لكم ان شاء الله الحلقه الجايه المقبله ان شاء الله سواء معنا حنا سواء معايا انا سواء مع الكوليك ديالي ان شاء الله السلام عليكم